مرحبا لكل المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا بكافة المناطق اللبنانية. أهلا وسهلا فيكم، منطلع عليكم بحلقة استثنائية جدا سبيسيال البلد وين ما كنتوا عم تسمعونا. برحب فيكم من جديد، وطبعا بتمنى أنه هالعام الجديد يحملكم كل القصص الحلوة والسعيدة، وإن شاء الله كل أمنياتكم أكيد بتتحقق بال 2014. ضيفتي لليوم هي مميزة بكافة المقاييس، فهي كما هي سيدة الصروح الإعلامية، حيث بانت قدوة في نهج إعلامي انتشق سيف الموضوعية والحيادية في الطرح والمعالجة، كذلك هي نجمة ساطعة في عالم الفلك، فأبرقت لمعانا بتحليلاتها ودراستها المعمقة طيلة أشهر لحركة الكواكب ومدارها وتأثيرها على سلوك البشر ومجريات حياتهم اليومية في المجالات كافة. ها هي اليوم في العام الجديد تضع بين أيدينا عصارة دراسة وحكمة بأدق التفاصيل في كتابها الجديد تحت عنوان ربيع ساخن وخريف عنيف. هذا الكتاب الذي بات مقصدا سنويا للملايين الذين يجهلون مستقبلهم، والإنسان عدو ما يجهل، فمعها الجهل والمستقبل باتا معرفة حقة تلامس الواقع إلى حد كبير. يشرفني ويسعدني استضافة الإعلامية ماهي فرح. أهلا وسهلا فيك. أهلا أهلا وليد، يعطيك العافية، شكرا على المقدمة الحلوة والبليغة. تستاهلي أكثر من هيك، وهذه وجباتنا خصوصي لما بنكون عم نحاور شخصية إعلامية هامة وهالي بالإعلام بكافة المجلات. شكرا. اليوم نحن سعيدين أنه موجودين عندك وبضيافتك لإجراء هذا الحوار اللي كتار بينطروه، وحتى قد ما كان عندك إطلالات كل مرة إطلالتك بيكون إلى نكهة مختلفة وحضورك بيكون مميز عن كل إطلالي. إن شاء الله نعطي شيء جديد اليوم. بالبداية هيك قبل ما نفوت بالتفاصيل، بدنا نبارك لك الكتاب، كتاب الجديد اللي مثل ما قلنا بالمقدمة أنه صار مقصد للملايين، يعني صار هيدا مثل تقليد سنوي أنه اشتروا كتاب ماجي فرح للأبراج. خبريني ليه على مدى سنوات قدر كتابك يكون الكتاب رقم واحد في المبيعات بالعالم؟ لأنه لما أنا أكتب الكتاب ما بكتب بس تبيعه هاي السنة، بكتبه تبيع سنة الجاي، بكتبه تأكسب ثقة وحس يلي عم يقرأ لآخر يوم من السنة أنه أنا معه، عم بدرس الوضع الفلكي بجدية، عم بلامس الحقائق. طبعا ولا مرة فيك تعرف 100%، بس بتلامس حقائق معينة وبيكتبوا من قلبي. يعني يلي عم يقرأ ما بيشعر انه في بيني وبينه مسافة، بيشعر كأنه نحن ملتقيين. طبعا انت بتعرف انه الاسلوب هو اللي بيقرب الناس، هو يلي ببعدهم، بالاضافة الى المعلومات. يعني وقت بتجي بتشتغل انت من قلبك، بتقدم اسلوب منيح، يلي عم يقراك بحس حاله كانه معك، عم بيعرف انه في قصص هي ذاتها عم بتصير مثل ما انا كتبت، فهذا الشيء بخلي الكتاب الاكثر مبيعا بالسنه اللي وراها، بالسنه اللي بعدها. مشان هيك قبل ما يعرفوا شو في بالكتاب بيشتروه ثاني سنه، لانه الكتاب اللي قبل بسنه عطاهم هالمعلومات يلي هي حقيقيه وهي صائبه. نعم، وفي شيء كتير مهم أنه صار في ثقة بينك وبين القارئ. يعني اليوم صرتي مرجع لكتير ناس، يعني في ناس صارت متابعة لكتابك بدأ التفاصيل. يعني اليوم بيوعوا من النوم بيفتحوا كتاب ماجي فرح للأبراج بيقروا اليوم شو، يعني بيسيروا حياتهم مثل ما مواجهتهم. وأنا بشجعهم لأنه أنا صار معي أمور ما التزمت ببعض التوجيهات تبع الكتاب ودفعت الثمن. يعني أنا بقول أنه أنا شخصيا بفتح الكتاب وبشوف أمتين بدي أعطي موعد قد ما بقدر. طبعا في أوقات الأمور بتفرض عليك، وأنا بحاول أني أتجنب يوم بيكون مش مناسب، أتجنب فيه أي شجار، أي يعني تصعيد لأي أزمة معينة أو أي خلاف، حتى ما أوقع مثل ما بحذر بالكتاب. وصدقني ب80%، وهذا عالي كتير النسبة 80%، بتشوف انه القصص عم بتكون مثل ما هي. يعني التحذير في مكانه والتشجيع في مكانه.
نعم، دائما ما يميز هذا الكتاب انه مش بس دراسه هي فلكيه ورصف كلمات مثل ما بنقول، انما ايضا بنلاحظ انه في حنان، في حنان، في توجيه، في توجيه، محبه، في محبه، وفي حكمه. يعني دائما بتلجئي الى ابيات شعر، بتلجئي الى حكم معروفه ومشهوره حتى بالتاريخ. بقلب الابراج بقول انتبه ما تنسى المثل القائل كذا وكذا، مظبوط اذا بدي مظبوط. اعطي شيء برجع لمثل بعرفه او ريت شيء حلو برجع بقى بكتبه حتى يعني غذي روح اللي عم بيقرا، كمان اللي عم بيقرا مش بس بده يقرا هيك فلك ناشف اليوم ما تعمل هيك، بده كمان يعني يغتني بالمضمون، وهذا اللي بحاول اعمله مع انه الكتاب 520 صفحه، يعني لو بدي اترك لحالي المجال بيطلع له شيء 2000، بس ما بقدر اعمله 2000. عاده بتبلشي من نص السنه تعملي تحليلاتك وتبلشي تكتبي فيه، يعني بلش شو حط الخرطة ايه وبنبلش نحضره، بس الشغل الحقيقي بيصير اخر 3 شهور. اخر 3 شهور انا والمطبعه بنصير بدي اخذ هالمعلومات واحولهم الى كتابه، الى 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 نص. نص يعني انت ما فيك تقول بس فلك هيك وهيك ما بيفهموا، بحاول فسر اوقات بس الاغلب الاوقات بدي حوله لنص مفهوم من الجميع. نعم. عنوان الكتاب ملفت جدا عادة مثل كل كتاباتك، إنما هذه المرة بتقولي بالعنوان ربيع ساخن وخريف عنيف. نعم. ليه ربيع ساخن؟ لأنه بدي بلش السنة مبلشة مش كتير منيحة فلكيا يعني. ودجا بلشت هلا يعني نحن ب معاكسات فلكية بتبلغ ذروتها ب20 كانون الثاني، يعني ممكن يصير شيء قبل أو بعد، بس الحالة مش منيحة تستمر تصاعديا وتبلغ الذروة بنيسان يعني في الربيع. أنا شايف الربيع رح يكون ساخن، نيسان بدنا نراقب شو بده يصير بالعالم، مش بمحل، مش ضروري محل معين، بس مثل ما قلت سنة الماضي آب استنفر العالم كله، كان بيضربوا على سوريا مثل ما بتذكروا الضربة الأمريكية، وكان صح. وصار في انفجارين عنا بالعراق، مرسي حاكموه بمصر، صح. وين ما كان بليبيا، وين ما كان صارت بقاب، وقالوا الضربة على سوريا بقاب، تنو إذا ما صارت بقاب قايلوا لي يرتب الأجواء، كاتبة قايلوا لي يرتب الأجواء، تنو إذا ما صارت بقاب أنا بشك تصير بأيلول، ما صارت، كانوا كلهم ناطرين 2 5 3 لا الخميس إذا بتتذكر، صح. طول ما صارت هالموضوع وصار في تسوية لهذا، إذا تغيرت الأمور بأيلول. السنة بقول لك إنه الذروة مش بقاب بنيسان، وبترجع بتشرين الثاني وكانون الاول، مشان هيك خريف عنيف. انا شايفه انه سنه كثير ضاغطه، كثير رح نسمع فضائح، محاكمات، في رجال سياسي هن بلشوا، رجال السياسي يكونوا في عين المعركه في مهب الريح من سنه 2008 لما دخل بلوتون على الجدي وعمل معاكسه مع اورانيوس، قلنا انه هلا رجال السياسي في العالم هن المستهدفين، وهذا اللي صار، صح. وين ما كان من 2008 لهلا شوف شو عم بيصير، ما بتلاقي الا كلهم بمهبل، سواء يلي استشهدوا او يلي بقيوا يلي مهددين او يلي عم بيكونوا بالواجهه، كلهم بتشوف شو صار بمصر بالقذافي بحسني مبارك، كلهم شو صار من 2008 لهلا وبعدها مستمره، والسنه بعد الى اخبار مذهله اكثر. وهيك بتقولي يعني من 20 كانون الثاني ل 15 اذار في تهديدات شديده واخبار مذهله بيتداولها الجميع. أيوه. اخبار مذهله في معطيات اكثر مثلا؟ ليك ما فيك واحد تصدق انه الفلك او يعني بيجي بيقول لك رح يصير شيء هيك بالشارع كذا، ما تصدق هيدا كلام، هي التوقعات اللي بنسمعها هدول بس تتجيل، هيدا بتسمعه تتجيل اكيد تتجيل. طيب وليش عم ينعطوا هيدا الحيز الكبير؟ ما بيطلعوا مصاري، ما بعرف، ما تسالني ليش، انا مستغربه ليش يعني، مستعيبه هالموضوع يعني عيب، بس هيدا كان كلام بلا طعم، هيدا ما كان بيطلع بيقول لك انا عندي رؤيه بصير يخبرك، خلص ما حدا في يعرف شيء، ما تصدق فلك بيقول لك امتين فتره جيده امتين فتره مش جيده، وشو معناته شو ممكن تكون تترجم، هذا هو الفلك، ما حدا ما بيقول لك انه بهالمحل مش بهالمحل، ما تصدق وين في وهن وين في ضعف بيكون اكثر عليه يعني، وين في احتمالات اكثر، الفلك بدلك على هالموضوع. شو بده يصير بالمضبوط ما فينا نعرف، بس في يقول لك انه كل شيء محتمل، محتمل تكون في تدهور امني، تدهور سياسي، خلافات كبيره رح نشهدها
ما بعرف اذا بلبنان يمكن تكون بغير محل بالعالم ما ضروري، او بلبنان ومحل تاني ما ضروري انه بهالمحل رح يصير، رح نشوف هالاشياء. يعني مثلا اذا عم نحكي مثلا عن مسلسل الاغتيالات اللي هلا رجع، احنا بلشنا فتنا بالسنه اللي قلنا فيها انه صعبه، فتنا فيها الشيء الثاني يعني فتنا فيها. يعني حسب التوقعات الفلكيه رح يستمر هيدا المسلسل؟ ما بنعرف هلا، ما حدا بيعرف اذا رح يستمر، بس في يقول لك انه في جو متوتر، قد يكون اغتيال، قد يكون اشتباك، قد تكون حرب، يمكن تكون حرب. كانت تحليلات سياسية كمراقبة هيك من بعيد، سياسية بقول لك الحالة مش منيحة. لوين رايحين؟ ما نحكي فلك هلا، بلا الفلك، فلك ما بيقول لك شو. ايه هلا انت بعرف انا رأي، انا شايفة رايحين نحو نزاع كبير قد يترجم على الارض كمان. في نزاع، الجو جو نزاع، اذا بتقدر بتحلل وبتقرا سياسي في جو نزاع. بس انا ما فيي فوتهم بالفلك لانه بكون عم غش، وانا ما بغش. برايك انت اليوم لو اجتمعوا بعيدا عن الفلك، هذا بعد السؤال، اليوم اجتمعوا هيك مجموعه من القاده والزعماء بلبنان وطلبوا منك انت خلاصه تشوفي فيها الحل بلبنان، كيف بتشوفي المخرج من الازمه اللي نحن عم نعيشها؟ ما في مخرج، مش مطلوب المخرج. الأزمة اللي صارت بلبنان وانتقلت إلى الدول العربية تقصد وتريد تقسيم الشرق، يا وليد، تقسيم الشرق كله إلى مذهبيات وطوائف وإثنيات. مش إن هيك اليوم بتشوف طلعوا هون الأقباط مذهب، هون السريان، هون الشيعة، هون السنة، أهل السنة، وبتسمع أهل السنة، بتسمع الشيعة، بتسمع الأكراد طلعت بسوريا وإلى آخره. إسرائيل لن تريد سلاما ولا تريد سلاما مع دول عربية متفقة أو متواصلة، بدها سلام مع أقليات وحرب الأقليات وحرب إقامة دويلات أو أقليات بشكل من الأشكال. بلشت مش من هلأ، بلشت بلبنان بالأول وكفت بهالسنوات الماضية على الدول العربية باسم الحرية والربيع العربي وإلى آخره ليقسموا الشرق الأوسط. يعني ربيع، يعني ما بتفكر انه في سلام هيك يعني على لبنان؟ انا بعتقد كل الخرائط رح تتغير كلها. يعني ربيع العربي اللي عم يحكوا فيه هو مجرد هيك قرات، انا من اول يوم قلت لهم انا مش شايفه ربيع، شايفه مشاكل، شايفه تقسيم. لا تستفيد منه الا اسرائيل. انتبه بالاخير ما بدهم عالم عربي، لا عالم عربي اسلامي ولا عالم عربي علماني ولا عالم عربي عقائدي ولا عالم عربي متحضر، بدون تقسيمات طائفية. مش هيك تسمع صرت بالشيعية سياسية والسنية سياسية والدرز والدروز والأقباط والأكراد والمسيحيين، هل ما كنت تسمع فيها؟ كنا احنا عايشين بعالم قبل مش موجود هالشي فيه، هلأ بلشت تسمعه بعد إلى أسوأ يمكن. بس نحن بنتحمل المسؤولية بالنهاية لأنه نحن عم نكون هيدا البساط الرحب لهيدا المخططات. يعني المخطط بيخلق لك مشكلة هون وهون، بيحطك اتجاه بعضك، بيقول لك انتبه من هيدا وهيدا، بيقول له انتبه من هيداك، وبيسلح اثنين هينة. يعني إذا بدك، إذا في رأس مدبر وبلدان ضعيفة بتعملها يعني. بالعودة للفلك وأخبار الفلك، إذا ما نحط نسبة مئوية اليوم ل الكتاب اللي بتعمليه اسمي، قديه بتزبط توقعاته؟ قديه اليوم بتحطي له بنسبة مئوية؟ 80%. هلا انتبه بس، قول عندك عملية تجارية ناجحة، مش رح يكون ابن 8 سنين معني فيها. إذا عنده عملية، ما عنده صح. عملية تجارية صح. إلا إذا ببيع ألعاب بالمدرسة ما بعرف شو يعني. بس كل واحد حسب لمين بيتوجه. كل واحد لمين بيتوجه. يعني إذا قلنا أنه قد تقدم على زواج، طب المزوجين مش رح يقدموا على زواج، ما هيك؟ بس أنه العازبون، أنا بقول إذا كنت عازب، أنا وقت ما بقول أنه في إقدام على زواج، يعني حسب وضع كل شخص وقديش الوقت. بس بالإجمال بس قول فترة جيدة أو فترة سيئة، ما بتتصور قديش بتكون صحيح، على درجة أنه الكل منذهلين وقت يخبروني أنه قلتي لنا هيك وعم نشوف هيك، قلتي لنا هيك وصار هيك. باليوم أوقات، باليوم صح. أوقات بالفترة، يعني بالجمعة بقول الأسبوع، الأسبوع مش منيح، بس ابتداء مثلا من 11 مثلا ميزان الحمل السرطان والجدي، من قلن أول شهرين صعبين، كثير صعبين. من أول يوم، أول يوم بالسنة واحد هو يوم صعب ويوم دقيق جدا جدا لهدول الأربعة، خاصة مواليد الديرة الثانية، يعني كلهم مش مشروحين بالكتاب صح. ليش؟ لأنه في معاكسات فلكية، أربع معاكسات تطالن، وبنحذرهم من أي
مغامرة بهالوقت. هود المعاكس إذا واحد خلقان جديد يعني شو بدي حذره من أي مغامرة مثلا. يعني ما لا ما فيها أي. دائما قبل ما نفوت بقصة الأبراج، الدراسة الفلكية، دراسة الفلكية اللي بتعمليها هي بتكون بتطور مستمر ولا لا؟ هي دراسة ثابتة معروفة منذ ما كانوا بالزمانات يحكوا بعلم الفلك وتأثير علم الفلك هي على هي تحرك الكواكب. أنت بتدرسها حسب تحرك الكواكب. يعني هاي السنة مثلا كوكب مارس بدل شهر ونص تقريبا بكل برج، هاي السنة بقت من للأقاب ببرج الميزان استثنائيا. ساتورن يحو موجود بالعقرب بس اخر السنه فيلل، يعني الكواكب عم تمشي حسب مسيرتها وشو بتشكل بين بعضها، هي اللي بتعطيك بتعطيك الباز القاعده حتى تحللها. مشان هيك الكواكب بحاله تحرك، يعني بس تاخذ هالباز تدرسها، القمر وين موجود كذا، القمر كل يوم ونص بغير مكانه، يعني كثير بياثر علينا وعلى مزاجنا. بس يكون بمربع القمر بيكون نهارك بتقول هالنهار كله من اولته مش منيح، بيكون بسبب مثلا القمر او كواكب اخرى متزامنه معه، طبعا حسب كل يعني بتدرسها، مش رح نفوت بالتحليلات هلا. صح صح 100%. حكينا نحن عن الربيع وحكينا عن الخريف، ما حكينا عن الصيف هي السنه. الصيف انا في مش الصيف مش هين، لانه رح يفوت جوبيتر 16 تموز الى برج الاسد بشكل كمان مربع مع ساتورن، بس اخف من الصيف لانه المربع رح يكون مش مثل ما هو بالسرطان. بالسرطان عمل مربع مع اورانوس مع ثلاث كواكب، بالاسد عمل مربع بس مع ساتورن مع كوكب واحد. انا بشوف انه في جو ضاغط شوي بالصيف ممكن يصير بس مش مثل الربيع. هيدا اذا بدك فلكيا. ست ماجي حكينا عن الابراج اكيد بشكل عام اللي هن رح يتاثروا اكثر شيء بالمعاكسات الفلكيه، الاكثر الابراج اليوم محظوظه بال 2014 الحوت الجوزاء والعذراء والقوس، هو ما عندهم ابدا معاكسات فلكيه. بقول الحوت انا اذا بدك بصنفه اكثر برج ما عنده معاكسات كثير منيح، خاصه مواليد الدير الثاني. بقول انه الجوزاء من المحظوظين السنة، بالعكس عندهم شيء كتير مهم. القوس عندهم بس نص التاني من السنة أحلام واسعة وأفاق جديدة وتغييرات، والعذراء السنة عندهم جديد بحياتهم وإنجازات بعد فترة ضاغطة. المزيد من التفاصيل عن الأبراج أكيد رح نتابعها معك ست ماجي فرح بهاللقاء الاستثنائي بعد أول فصل إعلاني. ماجي فرح. حييكم مستمعينا من جديد، متابعين نحن وياكم طبعا عبر إذاعة البلد وبهالحلقة الاستثنائية مع السيدة والإعلامية طبعا ماجي فرح. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة، وأهلا وسهلا فينا عندك. أهلا وسهلا عندك. أهلا وسهلا فيك ست ماجي. خلينا نبلش نفوت هلا الناس اللي كلها ناطرة اليوم لتسمع شو هيك مختصر، أكيد كل التفاصيل موجودة بالكتاب باليوميات كل يوم شو في شو بيصير معهم، إنما خلينا نستعرض بشكل موجز كل برج عن جديد. كل برج بقى نرجع نقوله. طيب بدنا نقول للحمل انه هي سنة خيارات مصيرية، سنة فيها تمرد وعصيان ومواجهة وضغوطات كثيرة بأول ست شهور. بتصير أحسن ابتداء من تموز، طبعا بتصير أحسن، بكون أورانوس بشكل ساعتها موقع جيد مع جوبيتر يلي ينتقل إلى الأسد، يعني برج ناري مثل الحمل أورانوس بالحمل. بس أول ست شهور في انقلابات كبيرة بدو ينتبهوا من أول شهرين كتير، خاصة مواليد الدائرة الثانية. المعفيين هن مواليد الدائرة الأولى من 21 ل 31 أذار، معفيين تقريبا من هالمعاكسات. الدائرة الثانية والثالثة بدو ينتبهوا يلي خلقانين بعدين. حظ جيد بيجي محل الأزمات ابتداء من شهر آب، بيقدم مشروع، بيتقدم إلى رتبة، بغير يمكن مجال عمله، بيترك مكان تيدخل إلى مكان آخر، وبتنقلب الأمور لمصلحته عاطفيا. إربكات كمان أول ست شهور وعروض عاطفية وحب من جديد إذا خيبته السنوات الماضية بتاني ست شهور. بيعرف الحمل إنجاب أو ولادة
أو زواج بخصه أو بخص أحد المقربين أو إحدى الشقيقات والأشقاء. يعني منيح الحمار. منيح. منيح. لا أول ست شهور لا. أول ست شهور. هو بمهب لا بعين العاصفة. أثر بالمعاكسات طبعاً طبعاً طبعاً. حتى بكانون الأول بكرة بيقرأ بيرجع بيشوف إنه بترجع هذه المعاكسات وهو بيكون في بنيسان وكانون الأول الحمل والجدي والميزان والسرطان رح نشوفهم موجودين بهذه العاصفة بقلبها. نعم نعم. الثور سنة مدهشة بأحداث غير متوقعة، انقلابات، تقدم، تراجع، يمكن يحقق ثروة وربح بس كمان يمكن يواجه بعض الصراعات والتحديات في مواجهة بأصعب الظروف. بعده ساتورن عم بيعاكسه بالمواجهة، بيخلق له مشكلة مع شراكة معينة مع شركاء دعاوى، بس هو هاي مرحلة تحضيرية بيقدر الثور يحضر لينتقل لمرحلة سعيدة بآخر السنة، للأسف مش قبل آخر السنة 2015 بتحقق له الأمال. بده ينتبه لعروض وهمية وأفخاف ومحاولات ابتزاز بها السنة خاصة بين الشتاء والربيع، بس هي سنة جيدة لإجراء عملية جراحية أو فحوصات طبية. عاطفيا في أحداث تحمل مفاجآت وتغييرات، إذا كان عازب بيجذبوا شخص بسرعة مع أنه الثور بياخد وقته، هالمرة بسرعة غير متوقعة وبيجتاز مراحل ليتوصل لارتباط دائم. في كتار من مواليد الثور بغيروا بيتهم بغيروا أو مكان إقامتهم أو عملهم أو حتى بلد الإقامة بهالسنة، حتى لو ما كان متوقع فجأة بيصير في تغيير بحياته. هلأ مواليد الدائرة الأولى تقريبا معفيين، أكثر المعنيين مواليد الدائرة الثالثة بدهم ينتبهوا، يعني اللي خلقها من 11 ل 20 أيار. أوكي. جوزاء، جوزاء سنة نجاح، بتميزوا بالعطاء بالنجاح، فترة استثنائية يمكن ما عرفها من وقت طويل للجوزاء، يمكن بين القليل يلي المعاكسات الفلكية ما بطالوا، فينا نقول انه بتزول عنه المتاعب، بيقدر يعمل عمل لقلو، يأسس لعمل لقلو خارج بلده او في بلده، بينجح بجل الشأن العام الاعلامي السياسي الطب الالكترونيات شو ما بده. بس المرحلة الافضل بتبلش بتموز، يعني مرحلة جيدة اول السنة بس افضل لان بيحقق ارباح، بيعمل ابتكار جديد، بينتقل لمحل في جديد بحياته بعد شهر تموز، بس بده ينتبه بين ايلول ونص تشرين الاول او بين نص ايلول عفوا واخر تشرين الاول، فترة ضيقة، بعدين تشرين تاني بيرجع تفرش. يعطي الحظ. حتى عاطفيا عنده لقاء استثنائي عن طريق الصدفة، إذا كان بحالة حداد بعد فراق ميالي حبه، نصف الثاني من السنة بيحمله لقاء جيد جدا جدا. كل مواليد الجوزاء عندهم سنة حلوة. نوصل لبيت القصيد. سرطان. يعني برجعك سنة تاريخية ما رح تنسيها، السرطان ما رح ينسى هالسنة، فيها تقلبات سريعة، فيها مجد من ميلة وتراجع من ميلة، تكريم من ميلة وصدمة من ميلة تاني، باب بينفتح باب بيتسكر، أو زيت الباب اللي تسكر بيرجع بينفتح من جديد بمفاجآت غير محسوبة ولا منتظرة بأول ست شهور. يعني أول ست شهور في مفاجآت، ممكن يطلع ممكن ينزل ممكن يتسكر بوجهه ممكن تفتح بوجهه، بس في خضات موجود. بدنا نقول له اول شهرين للسرطان تحفظ، خاصه مواليد الدائره الثانيه اللي خلقانين من 2 ل 12 تموز بدهم يكونوا متحفظين. بعد شهر اذار ممكن يحقق مشاريع بسرعه خياليه، في احداث مفاجاه يمكن تصعقه بالاول تخوفه وبعدين بتبين انها هي ايجابيه بمعظمها. بيلعب دور خاص السرطان السنة، بيقرب وجهات النظر، بيثبت قواعده، يمكن يعرف أرباح مالية بمجال عقاري أو تجاري. الصحة جيدة في فترة نقاها. عازبين بيطلوا على فترة من الشعبية الكبيرة، يمكن يلتقوا بأشخاص يصيروا إعجابهم أو يعيدوا الصلة بأصدقاء قدامى، منهم بيقدموا على زواج، الآخر غيرهم بينشوا عائلة. بس المعاكسة الفلكية بتعفي مواليد الدائرة الأولى، يعني أقل ناس لح يكونوا مأثرين اللي خلقانين من 22 حزيران لواحد تموز. بعدين مواليد الدائرة الثالثة بيواجهوا يمكن معوقات إدارية بس بيتوصلوا لنجاح. مواليد الدائرة الثانية بدهم ينتبهوا كتير. لي أنا يلي أنت منه شو ما تأخذني. برج الأسد سنة انقلابات مثل الثور، انقلابات كبيرة وحدثين مهمين عند الأسد
16 تموز يدخل جوبيتر كوكب الحظ إلى هذا البرج، وآخر السنة بفل ساتورن من المعاكس. يعني الأسد بلش يتنفس السعداء بنص الشهر، بنص تموز، نص الصيف، وبيعرف مرحلة جديدة، بتبلور مشروع كبير. أول سنة في تعقيد، مفاوضات معقدة، بيبذل جهود، بعدين بتحسن وضعه وظروفه المالية. أول شيء بحس كأنه مارق بامتحان، بعدين بحس أنه منطلق أكثر وعدا ابتداء من شهر آب. في منافسين شرساء بده يتعرضوا له لمولود الأسد السنة، بده يمرق بهالتجربة بأواخر الشتاء وبداية الربيع، وبده يكون منتبه لأوضاع صحية بين آذار وتموز. عاطفيا بيتردد بالارتباط، يمكن يعرف قطيعة وانفصال بأول 3 شهور، بيرجع بيعرف أجواء جيدة ولقاء استثنائي ابتداء من شهر أيار. بدنا نقول لمواليد الدائرة الثانية، هني أكثر يلي عليهم معاكسة الثور، هني الثالثة بالبرج. مواليد الدائرة الثانية خاصة يلي خلقوا، يعني يلي خلقوا بين 4 و13 آب، المعاكسة الفلكية عليهم أكثر من غيرهم، خاصة بين شهر أيار وأيلول. بدهم ينتبهوا ويقروا منيح ويتبعوا التعليمات. برج العذراء بين الأبراج المحظوظة مثل ما قلنا نعم، بيستفيدوا من مواقع جوبيتر، ساتورن وبلوتون، بيعودون الفلك بمكافآت كما بفرص لحديد شهر تموز. أول 6 شهور أفضل من تاني 6 شهور، يعني أول 6 شهور لازم يقوموا بكل أعمالهم، عندهم طاقة وصحة ومعنويات، بيعملوا مشروع أو بيتوصلوا لجمع الكثيرين حول مشروع واحد أو النجاح بالشأن العام، بيقدموا عمل إبداعي، بيحتفلوا بالنجاح، بيتحرروا من قيود ماضية، يمكن يكسب جائزة مالية، ويعرف بعض الأرباح عن طريق أسفار، بيسافر عمليات خارج مهنته. مطلوب ينتبه من بعض التراجع بشهر تموز مهني وصحي. على الصعيد الشخصي في يمكن فراغ وانعزال، بس أول 3 شهور حافلة بالمستجدات على الصعيد الشخصي لمولود العذراء. وبنتابع طبعا الجزء الأخير من حلقتنا لليوم طبعا معك كاسة ماجي فرح. مثل ما سمعنا واستعرضنا 6 الأبراج الأول اللي فيهم مثل ما شفنا قصص كتير فيها طلعات وفيها نزلات وفيها معاكسات وفيها تأثير كتير كبير. هلا رح نستعرض ال6 الباقيين ونوصل كنا لبرج الميزان. ميزان. ميزان مثل ما قلنا للحمل والجدي، اللي حنقول للجدي وللسرطان، سنة مصيرية فيها أحداث كتيرة وسريعة ومتنوعة ومفاجئة، والمعاكسات الفلكية مباشرة على الميزان بأول 6 شهور، بعدين تنقلب الأمور لمصلحته بتموز، بيدخل فترة هائلة من الإيجابيات والحظوظ والنجاح والتألق والانتصارات، كأنه الدنيا بتدور لمحل تاني، بيتصدى للمنافسين والأخصام والحاسدين، بيتسلح بمقاومة مذهلة بتجعل بعض الأعداء بيرفعوا قدامهم قبعاتهم. بالصيف عنده يا تقدير يا جائزة يا تكريم. في تغييرات تطرأ بالدقيقة الأخيرة وبتقلب الموازين لمصلحته، خاصة الحظ المطلق موجود ببرج الميزان، يعني مثل حارس بيحمي، وأكثر شيء بيطال مواليد الدائرة الثالثة يلي بحاجة له. بعض مواليد الميزان بيوصلوا إلى منصب، إلى تعيين بمركز، إلى بيوصلوا ببداية السنة رغم المعاكسات الفلكية. بخص بالذكر مواليد الدائرة الأولى يلي هن أكثر الأبراج حظا، يلي خلقانين بين 23 أيلول و 3 تشرين الأول. أنت يعني أنا منهم إن شاء الله، يعني مرقت علي سنة سائلة ب 13. مواليد الدائرة الثانية بينخاف من صراعات بشغلهم ومن خطر الإقالة أو الاستقالة، يلي خلقانين من 4 ل 13 تشرين الأول، بدنا نقول لهم كتير انتبهوا. يلي خلقانين من 14 ل 23 تشرين الأول دائرة الثالثة، منقول في ظروف تتغير بحياتهم، بيحميهم الحظ المطلق، بيوصلوا ل يمكن لبعض
العروض وبيحصلوا على عروض مميزة، بس بدهم ينتبهوا أكثر لصحتهم. عاطفيا احتمالات كثيرة، وعود وإغراءات شخصية. النص الثاني كمان مسرح لانتعاش جديد وانطلاقة أكثر وعدا. بيتحرر الميزان من قيد بهالسنة، في قيد زعجه بيتحرر منه. في شيء قيد زعجك بالوقت الحالي؟ قيد صحي. ان شاء الله اتحرر منه. شكرا. برج العقرب في مسيرة تغيير بلشها من سنة ونص، ودخل ساتيون لعنده، بعده هلأ مكفى معه، بيقود جماعة من الناس، بتكيف مع مستجدات بمهارة أسطورية. في تعديلات بحياته وتغييرات حتى غير منتظرة، خاصة بأول 6 شهور. أول ديرة كمان مسابين مع فيين اللي من 24 تشرين الأول لـ2 تشرين الثاني. نعم. تقريبا معفيين. الباقيين بدهم ينتبهوا كتير. رغم هالشي ممكن يحقق إنجاز، ممكن يتوصل لمفترق طريق، بس بده يحس العقرب أنه في شي بده يتركه، في مرحلة انتهت تيبلش مرحلة تانية. بتتحول هواية عنده لمهنة حقيقية، بيقطف ثمار جهوده بالنص التاني. إذا واجه نزاع وخصومة ممكن يسجل انتصار على الفريق الآخر. نعم. برغم هذا إذا في بخصومة بيقدر بوقت معين من السنة، بيقرب الكتاب طبعا أمتين، يمكن يستقيل من مكان، يترك مكان، أو يرفض تجديد أحد العقود. يكون هو عم يشتغل بشي بوصل السنة لي تغيير بحياته، انقلابي، وعنده ربح مالي قبل 15 تموز. عاطفيا يمكن يستهلك عشق بالنص الأول من السنة ويتخلى عنه بفصل الصيف، يعرف تجربة تانية بفصل الصيف، بحب يغير. هو هيك السنة، هيك السنة أغلب الأوقات. طبعا احنا عم نحكي بالإجمال، بس في أنا مصنع الكتاب إلى دوائر كمان. 100%. برج القوس سنة جيدة. بيطلع القوس من سبات، من ركود إلى فترة فيها حياة. إذا أول 6 شهور كانت الأمور سيرة على نمط بطيء، بده صبر وروية، لأن بعدين رح يشوف أنه فيها فترة عروض واقتراحات وخيارات ودعم قوي ابتداء من تموز. موجة من الحظ، ما في شيء بيقاومها. نعم. طاقة إيجابية لنهاية السنة. بتجي الحظوظ عن طريق بعض الأحداث الخارجية والخارجية عن إرادته. بيختار ميادين ناجحة بيحلق فيها، مثل الأشخاص المناسبين للتعاون معهم. بيجذبوا عالم مجهول، سياسة، الإعلام، الطب، الاتصالات، الإلكترونيات، وسائل النقل، العلوم والتربية. يمكن يقوم بسفر أو بدراسة جديدة. ميدان التجارة، الترويج والإعلان كمان بينجح، يبدو نجما في محيطه. بيستقبل تغييرات وأسفار، ويمكن يأسس لعمل شخصي أو يستدعى للعمل خارج بلاده. فترة عاطفية الأكثر وهج كمان بالنص الثاني من السنة، بس يمكن يقع بغرام شخص يتعرف عليه فجأة بأيار، بشهر أيار. ماجي فرح، ماجي فرح. أو منتبع مع برج الجدي. السنة بغاية الأهمية، مثل ما قلنا الجدي مفاجآت، انقلابات، عليه المعاكسات الفلكية. أول 6 شهور بطاله مباشرة، وبخص بالذكر وبنبه مواليد الدائرة الثانية اللي خلقانين من 1 لـ10 كانون الثاني، تقلون أنه يمكن يعرفوا السنة عقاب أو أو محاكمة أو فضيحة أو وضع، إذا خاصة إذا خالفوا القوانين أو ارتكبوا أي مخالفة بحياتهم. سنة في عقاب كبير، وأول 6 شهور، لأن المعاكسات الفلكية بتستهدف الجدي مباشرة. يمكن يضطر يغير بأسلوبه ويتكيف مع بعض المستجدات. إذا اعتمد الحكمة والوعي والتصرف السليم بينتصر على أي معاكسة. فينا نقول أنه لازم يحمي نفسه من أي عقوبات بيفرضها كوكب بلوتون، ومن هزات، خاصة بين أواخر شهر نيسان ومنتصف كانون الأول. هاي فترة دقيقة على مواليد الجدي، رغم أنه ممكن يقوم بعمل مؤسساتي وحكومي إذا ما ارتكب شيء، وبالعكس يوصل إلى مجال مهم ويربح كتير بالاستثمارات وياخد ترقية بيستاهلها إذا ما ارتكب أي مخالفة، خاصة مواليد الدائرة الأولى. نعم. يلي خلقانين بين 21 و31 كانون الأول. في عنده عمليات كتيرة، عنده إرث ممكن عائلي. ميدان الصحي بيتطلب عناية ودراية. مجال العاطفي في خطر انفصال بأول السنة أو تغيير مكان الإقامة، وممكن يصير في ارتباط بالأشهر الأخيرة من السنة. نعم. أكثر المحظوظين اللي عندهم مفاجأة هني مواليد الدائرة الأولى. نعم.
برج الدلو بتابعوا مسيرة السنة الماضية، تجارب مهمة ومتناقضة بين الإيجابية والسلبية. أكثر الناس المعنيين السنة مواليد الديرة الثالثة، يلي خلقني من 11 ل 18 شباط. عنده نزاع على منصب، نزاع على مركز، خلاف مع الشركاء، في عنده مسالك جديدة، قفزات جبارة وتراجع لورا، في حظوظ استثنائية وفي كمان مفاجآت. بيشعر بالقوة بين كانون الثاني وتموز، لأن بيدعموا كوكب مارس، خاصة إذا بيشتغل بمجال السياسي والعدالة والشأن العام. بيبرع بمجال الفنون والخلق والإبداع، بالمجال الإعلامي بيتوصل للشهرة. الحظ المطلق بالميزان بيدعمه لمولود الدلو، هذا شيء كتير منيح، بيحميه من المخاطر بالأوقات الحرجة. هلأ بالنص الثاني من السنة يمكن يشوف حاله وسط ظرف لم يتوقعه، مسؤوليات مباغتة، تحديات، بعيد النظر ببعض الأهداف، بده ينتبه. عاطفيا يمكن يعود للظهور بحياته شأن قديم، أو بيحاول أحدهم يعني يجعله يدفع فواتير قديمة. في عالم جديد وأوساط ما بيعرفها بتجذبه هالسنة. بينتهي من بعض التسويات بفصل الصيف. الصيف منيح على الصعيد الشخصي، يمكن يعقد صداقة مهمة أو يعرف قصة عاطفية صاخبة، ويمكن يقدم على زواج سريع. أكثر المعنيين يلي خلقانين بأول دايرة والتاني، دايرة الثالثة بدهم ينتبهوا كتير. دايرة الثالثة من الدلو، من الدلو، من 11 ل 18 شباط. يعني برج الحوت سنة ما رح ينسيها، أكثر حظه، أنا بلاقيه الأكثر حظه، بلاقيه أول. يعني إذا بدنا نصنف هو الجوزاء تقريبا بيكونوا على ذات المستوى، وعود ونعم تسقط عليهم من السماء، فينا نسميه هو النجم، هو ضيف الشرف على هالسنة. بيحقق طموحات ورغبات، بينجز أعمال بيفتخر فيها، بيوقع على نجاح معين، بس وبيلاقي حلول لمشاكل مهنية وشخصية وصحية، بيلاقي تقدير، بيسير أموره بشكل مميز، بيتخلص من ديون، بيكسب ترقية أرباح، بينجح بمجال التجارة والسياسة والإعلام والفن والشأن العام. يمكن تتراجع الأمور بين أيلول وتشرين الأول، بيرجع تشرين الثاني بيعوض له وبيعطيه فترة استثنائية. بحياته في شغف، في حب السنة، بيفتح قلبه على جديد، بيتفاجأ باهتمام شخص ما كان متوقع اهتمام فيه، يمكن يلاقي ضالته خلال سفر، ضالته العاطفية. أكثر مواليد الحوت حظا، هلأ كلهم محظوظين، هني مواليد ديرات تاني يلي خلقانين من 1 ل 10 أزهر. طبعا أنا عم بعطي هلأ ملخص صغير يعني، بس بيعطي فكرة عن السنة. من السياسيين برج الحوت بلبنان؟ ما بعرف، مش متذكرة هلأ مين، ما بعرف، مش متذكرة، بقدر أقول لك غير أبراج اللي خلقين بالديرة الثالثة مثلا، يلي عليهم ضغط كتير من مواليد الدلو، الجنرال عون خلقان ب 12 شباط أو 13، يعني بين 11 و 18 شباط، فعليه ضغط كتير. نعم. بقدر أقول لك مواليد الديرة الأولى من الميزان هو جنرال أهوجي. نعم. بقدر أقول لك العقرب رئيس الجمهورية. العقرب رئيس الجمهورية اللي لن يجدد عقدا حسب الكتاب، يعني رح يختم هيك الهيئة. إذا بدنا نشوف الأبراج، هو جي الميزان دائرة الأولى يلي عندهم حظ السنة محظوظ أكثر من دائرة الثانية والثالثة، حظوظه هيك ما منعرف، ما منعرف، بس عنده حظ السنة أكثر من غيره. بقول لك إنه إشكالات وتغييرات، وهي العقرب كمان دكتور جعجع صح، وعندك عندك الأسد كمان، قلنا إنه في ضغوطات خاصة أول 6 شهور، جملات الأسد 100%، بطرس حرب الأسد، هلأ عم تذكر يعني مين. الثور كمان سنة دقيقة على الثور، مولود الثور جان عبيد مثلا مرشح الرئاسي صح، كمان سنة فيها أزمات، فيها هي كل المرشحين من أبراج الهول اللي عليهم ضغوطات، اللي عليهم متأثرين عليهم هني بقلب العصر. كمان هيك أنا عم دور على حدا ليكون برج الحوت لنشوف إذا مين اللي حيكون محظوظ، بدنا نشوف إذا طلع حدا من الحوت، نشوف أمتينه. هلأ شو مخر يلي مبارح سامعه جدي، شو قلنا عن الجدي؟ دخلوا مرحلة صعبة ودقيقة صح، وهو هلأ بحالة خطر صح، هو من برج الجدي. امبارح كنت عم بسألهم شو برجه، شوفوا لي إذا جدي، امبارح عم بسأل هيك طلع برج الجدي بثلاثة كانون تاني خلقان، يلي بتاني يعني
تاني دايرة من برج الجدي اللي عليهم أكتر شيء خوف. أصلا أنا الكتاب تبع السنة الماضية أنا كان موجود عندي هذه كلمة بس بدي أقولها على الهواء ست ماجي، بفترة من السنة التالي بتفقد شغل وبتغير مسار شغل لشغل جديد، وبنفس التوقيت صار انه انا المؤسسه اللي كان عم بشتغل فيها او المجله تسكرت وتم نقلي بقلب الشركه، بقلب الشركه ذاتها لمكان اخر. لمكان اخر. في احدى الزميلات قالت لي انه عندي هي جدي كمان، قالت لي عندي محاكمات. قلت انا محاكمات شو؟ بتبلغت هلا، طبعا الكتاب مكتوب قبل، بلغت هلا انه اول محاكمه لقصص اعلاميه ب 22 كان والثاني. قالت لي افتحي قري 22، قالت لي افتحي بدي افتح هلا قدامكم. تلفنت لي امبارح قالت لي قري لي الجدي ب 22 كانون الثاني، بدي اشوف شو كانت بتطلع فيها هي. كانون الثاني قالت لي بشرفك قري. التحذير يكون عاليا يومي الاربعاء 22 والخميس 23، انتبه من المخاطر وابتعد عما يمكن أن يجرحك جسديا أو معنويا. قد تقسو عليك الأيام وتشعر بالحرج أو تتهم بما يشكل صدمة كبيرة لك، خاصة إذا ارتكبت مخالفة ما في السابق. عند محاكمة ب 22 قالت لي أول وحدة، أول محكمة يعني ب 22 لاعتبارات سياسية إعلامية رفع علي دعوة بعدين. نعم. ست ماجي، حوارنا وصل لختامه بس قبل تسمحي لي بسؤالين. اليوم كيف بتشوفي واقع الإعلام السياسي بلبنان؟ فوضى. فوضى مثل لبنان، مثل الحالة يعني. أنا بقول الفوضى الإعلامية هي مدخل لفوضى تاني أكثر خطراً. عندنا فوضى يعني ما حدا عم بتسابقوا على الأخبار بدون ما يهتموا لا بالإنسان ولا بالأمن الاجتماعي ولا يعني نفسية الإنسان. بفرجوك صور يعني ممنوع، هي ما بتشوفها بأمريكا صور عم تشوفها على التلفزيونات. بتسابقوا خبر، بيطلع الخبر غلط، بيقولوا شو ما كان، ما بيسمحوا لنفسهم أنه حتى يخربطوا أمور اقتصادية بالبلد من وراء هالفلتين. أنا بلاقي فلتين. فلتين، هيدا الفلتين مين بيتحمل مسؤوليته؟ أصحاب المؤسسة الإعلامية ولا الجهات كل الرسمية؟ كل الناس المسؤول، ما بقى في حدا مسؤول، ما صار في فوضى. هذا بدي لك إياه، مش عارفين مين بيتحمل مسؤولية يعني. اليوم اللي بدك تتابعي نشرة أخبار، أي نشرة أخبار بتتابعي؟ ما كتير عم تابع نشرات الأخبار. يا ست ولا ما كتير عم تابع نشرات الأخبار، بقلب أوقات، بقلب من خبر لخبر وبسكر، مش كتير يعني. أكتر شيء بحضر الأورو نيوز يعني، ما تأخذوني، بحضر الأجنبي أكتر تشوف. بس إنه أوقات من عشية بقلب حسب أي وقت بكون أنا حاضرة على التلفزيون، أي وقت النشرة بقلب من محطة لمحطة. فهل من عودي مرتقب اليوم إلى الشاشة؟ هلا ما في شيء بالأفق أبدا. بتحسي هيك بعتب على الإعلام؟ لا، ولا عجباني ولا شيء، مرتاحة. لا مش عجباني، بالعكس صار في، صار مين ما كان بيعمل شو ما كان، ما بقى عندك. بس دايما كل واحد بيترك بصمه مثل ما تركتيها يعني. انا اشتغلت كثير مثل ما حبيناكي يعني بالسياسه، بتذكر قديش حبيناكي بالبرنامج الاجتماعي اللي قدمتيه يعني على ال بي سي، قد ايه كان حلو هيك برنامج. فيمكن احنا كثير بحاجه اليوم لوجودك على الشاشه. الله يخليك، ميرسي. بدك يعني بدك انتاج كبير تتعمل برنامج، ما بقى في تعمل برنامج يلا كيف ما كان وانت تتحمل على عبء على على كهلك كل شيء. صار لازم يكون في انتاج كبير يعني، حدا منتج مهم يحضر برنامج وانت تكون عم بتقدمه، مش انت تكون كل شيء بدك تعمله. نعم. تمنياتك للعام 2014 الشخصية انه ما تصدق توقعات الكتاب، ما تصدق ويكون وقائع تعطينا السلام يعني. انا بفضل يعني حتى لو انا بدي اقول اني غلطت بالدراسة، بس يكون في سلام ويكون في وئام. وبتمنى انه قد ما فينا يعني نبعد عنا الاخطار قد ما فينا، وانه السياسيين يكونوا واعيين كلهم انه بالنتيجه امن الانسان كثير مهم يعني. ولك شو بتتمني؟ بتمنى يكون عندي راحه البال، ما حدا من اللي بحبه يصير له شيء، ما حدا من اللي حوالي ينزعج، يكون من ضلني منسجمه مع نفسي، ويكون عندي الصحه أهم شيء. إن شاء الله، إن شاء الله دايما نحن نتمنى لك كل التوفيق وسلامة قلبك. ودايما مثل ما بنقول إنه كتابك هو منتظر، ودايما كتابك هو صار مقصد لكتير من الناس من العالم. شوف على الإنترنت، على الفيسبوك، على تويتر كيف عم بيطلبوك وشو بيكتبوك، قدي في طلب على هذا الكتاب تحديدا. إذا أونلاين مثلا حدا بده يشتري الكتاب بيقدر؟ في موجود على جمالون
جمالون.com جمالون.com عم بيبيعوا أونلاين. نعم نعم ست ماجي فرح، أنا سررت جدا بهذا الحوار، شكرا جزيلا لإليك. أهلاً. شكرا على الاستضافة. أهلا وليد، كل سنة حلوة عليك وعلى كل مستمعين. تانكيو كتير، شكرا لكل مستمعين البلد. كان معكم إعدادا وتقديما وليد فريجي، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل شربل سمعان. شكرا من برج القوس. يعطيكم العافية، نعاد عليكم.